احنا النهارده هنلعب لعبه ماذا بداخل المنزل. احسنتي يا حنان، يلا نشوف اول منزل. اكتشف الغضب، تحملت الممرضون المنشفه في العام. المشقه في العام. اكتشف الخطأ، تحملت الممرضون المشقة في العمل. ايه الخطأ اللي هنا يا حنان؟ ممرض المفروض تبقى ممرضات. ليه؟ عشان هنا تحملت مؤنثة وهنا ممرضون مذكر. برافو عليك، نسمع لها تحية كبيرة يا بنات. يبقى الممرضون خطأ، هي اللي صح ايه؟ الممرضات. تمام، نشوف المنزل التاني يا حنان. بما تتميز الشعاب المرجانية. يلا يا حنان قولي لي، بصي لي كده، بما تتميز الشعاب المرجانية يا حنان؟ بجمال ألوانها. بجمال ألوانها، ممتازة. نشوف البيت اللي بعده. لماذا قطع الإنسان نبات الخيزران؟ يلا جاوبي لي يا حنان، تعالي هنا. ليه يا حنان الإنسان قطع غابات الخيزران؟ بيستخدمها في إيه؟ بيصنع منها الأساس بس هو بيصنع منها الإيه؟ الأساس. الأساس، لأنها نوع من أنواع الأخشاب الغالية جدا، صح؟ هنسمع تحية كبيرة جدا لحنان. أحسنت يا حنان.